يعني اللعيب اللي انا شايفه من وجهة نظري اللي هو يقدر يعني بلغة الكرة استوى، وانا قلت قبل كده برضو هنا، قلت هنا في النادي في قناة النادي الاهلي، ناصر ماهر ده اللي يقدر يعوض شوية غياب عبد الله. امبارح انا شفته في ماتش الزمالك، كان لعيب هايل، لعيب هايل طبعا، هايل مسك امبارح، بيمسك الكوره كابتن، عنده ثقه في نفسه، عنده كنترول جامد جدا، بيروح للعيب ما بيخافش. في لعيبه تحس اللي هي ايه مش عايز يروح للعيب، لا ناصر عنده من القدره اللي هو يروح ويرقص ما بيخافش، تحس اللي هو بيلعب خماسي. فناصر لعيب كويس، طلوعه بره في الاعاره دي يعني رجع عليه بالايجاب. اعتقد ان ده لو كان فضل في النادي الاهلي، هو اصابته كمان، لا اصابته اثرت بشكل، هو اتصاب بس ده لو كان فضل في النادي الاهلي كابتن ما كانش هياخد فرصه، خلينا نكون بنتكلم بصراحه. صحيح. لكن هو ربنا بقى، بس يعني كان هياخد فرصه. وعبد الله سعيد ما انا بتكلم في كده، ده لو كان قعد ما كانش هياخد فرصه. فسبحان الله جاله الوقت اللي هو يطلع بره عشان الناس تشوفه ويظهر. الناس ما كانتش عارفه ناصر ماهر، دلوقتي كل الناس بتطالب. وهو انا سمعت كابتن حسام مره ولجنه الكره خدت قرار من ضمن الناس الاساسيه اللي هي راجعه، يعني في لعيبه لا خليهم، لكن من ضمن الناس اللي هي راجعه 100% ناصر ماهر. ليه؟ بدليل ايه؟ بدليل مستواه اللي هو بيقدمه، الناس كلها شايفاه والجمهور شايفه. فده اللي من اللعيبه الكويسين اللي انا شايف اللي فيهم يعني عبد الله سعيد. احمد حمدي لعيب كويس، بس يعني عايز ياخد خبره، عايز يلعب اكتر. يعني هو نصر فعلا لعب. لعب هو ده الفرق. لعب كريم ندفد الناس كلها ضغط عليه، برضه بيلعب مره بره، بيطلع بينزل، لكن الاستمراريه يا كابتن اللي فرق مع نصر، الاستمراريه. بيلعب على طول، واخد ثقه على طول، المدرب بيديله على طول. لكن انا لو بلعب النهارده واطلع نفسيتي بتنزل، العب الماتش الجاي واطلع، انا نفسيا بحس ان انا مش موثوق فيا، فانا نفس يعني ثقتي في نفسي ممكن تقل. احنا بشر ولاعيب الكوره كلنا عارفين كده، لكن طول ما انا بلعب وعارف ان المدرب في ظهري وبيديني بيديني بيديني، لا انا بدوس بدوس بدوس، لكن كتر التغيير ده بيبقى وحش على اللعيب. في ملف